لا انا ذاكرتي وحشه جدا، فتعذريني لو لبخت ولا حاجه. يعني يا رب يخليك يا سامحنا، لو لبخت من فضلك ما تقوليلهاش. مش عارف اسمع حظ بعد كده بقى. على ما اذكر نظاره شمس كان في الفتره واحنا مخطوبين، كنت مسافر سفريه مش فاكر فين بالظبط، وجبت لها نظاره. تفتكر لونها كان ايه؟ كانت بني. بني غامق. واخر هديه؟ سهلة. اخر هديه ساعه. اول هديه جابها لك؟ اول هديه كانت نضاره شمس. وبعدين ما كناش لسه اتخطبنا رسمي يعني، فتقابلنا واداها لي، وكنت خايفه اروح بيها البيت، خايفه يسالوني جايبها منين، فطلعت خبيتها وما ظهرتش الا بعد ما اتخطبنا. قلت لهم بقى؟ قلت لهم بقى، ما حدش كان ليه حاجه عندي بقى. مش هتبقى مفاجاه اما يسمعونا دلوقتي؟ لا ما تفكرش. واخر هديه جابها لك؟ اخر هديه عربيه. اول هديه انت جبتها لي؟ ساعه. كنا في اليونان واول مره نسافر، كنا بعد ما اتجوزنا وفاجئته بيها بقى، بس هو اللي دفع ثمنها طبعا، بس انا اللي جبتها. اول خناقه بينكم كانت امتى؟ كانت بعد الجواز على طول. يعني مفيش شك ان الفترة الأولانية بقى بتبقى فترة توتر، واتنين قاعدين تحت سقف واحد، مختلفي الطباع والأحاسيس، فبتبقى فترة شد وجذب كتير الفترة الأولانية دي. يعني احنا فعلا من سنتين الأولانيين من جوازنا كان في خناقات كتير جدا جدا. تذكري يعني كان امتى؟ حاجه بدايتها يعني؟ البدايه يعني من بعد شهر العسل بقى، خلاص دخلنا بقى في دوامه البيت والطبيخ. ويا مره كانت هتموتني من اكله سمك عملتها، وملحها كان تقيل اول ما اتجوزنا، وكنت هروح فيها وحاجات كده. بس الحقيقه بعد كده بقت بسم الله ما شاء الله ست بيت ممتازه في كل حاجه، مش بس في الاكل. جربت فيك يعني؟ جربت فيا في الاول اكيد. اي واحده بتقلي النهارده كده يعني، ستات كتير ما بيبقاش عندهم خلفيه عن موضوع المطبخ والطبيخ قبل الجواز، فبيجربوا في جوزهم. اول خناقه قبل ما نتجوز، لان انا كنت لسه في الجامعه وكنا مخطوبين، وهاني برضو شديد قوي في مواعيده، يعني عايز ما يقول لي ترجعي الساعه 3، يعني لازم 3 و5 يقول الو يلاقيني برد عليه. حصل اني اتاخرت في الجامعه، كلم 3 ما لقانيش، كلم 3:30 ما لقانيش، كلم 4 ما لقانيش. فاول ما قلت الو خدت الطريحه كامله بالتليفون من قبل ما يسمع العذر. واخر خناقه بينكم؟ هتصدقيني لو اقول لك مش فاكر؟ لا، الحاجات العاديه بتاعت كل يوم دي مش خناقات يعني، ده ملح والفلفل بتاع البيت. مش خناقه يعني ثابته، مفيش واقعه مؤكده. مفيش واقعه ما افتكرش. والمره قابلت فيها الفنان عبد الحليم حافظ كانت امتى وايه ظروفها؟ كنت بغني في حفله في احد اوتيلات القاهره، وجاء حضر الحفله مع فنان العالمي عمر الشريف والفنان احمد رمزي، وطلبت ان انا اقابله في الكواليس قبل ما اطلع اغني، واتكلمت معاه وشرحت له الموقف اللي حاصل على الساحه الفنيه في الوقت ده، وان كل الكلام اللي بيتقال ده مجرد اشاعات، و ان هو بالنسبه لي المثل الاعلى الفني اللي انا حبيت من خلاله الغنى، وكل الحاجات اللي كانت جوايا نفسي اقولها له قلتها له. والحمد لله ان انا حسيت انه يعني سبحان الله، الكلام اللي بيبقى خارج من القلب بيخش القلب، وده اللي حصل فعلا. مفيش بعدها ب 10 ايام تقريبا حضر لي حفله ثانيه، وللاسف كانت دي اخر مره اشوفه فيها، لانه سافر بعدها السفريه اللي توفى فيها. تاني مره بقى الحفله دي غنى معايا بقى كده برضه قمر على المسرح، وبقينا اصحاب خالص يعني. يعني ما بين تاريخ اول مره واخر مره كان 10 ايام. واللي هي قبل وفاته مباشره. بالظبط كده، بالظبط كده. في حديث دار بينكم في اخر مره؟ لا يعني ما كانش زي اول مره، لكن اتكلمنا، وزي ما بقول لك هو غنى معايا، يعني حسيت ان المساله ما بقاش فيها التنشان اللي كانت موجوده في اول مره، في لقاء اول مره، وبقى بيعدل السماعات في الصاله، كان صوت السماعات مش حلو، فابتدى يقول السماعات هنا عايز تعدل وما اعرفش ايه عشان ما يصفرش الميكروفون وحاجات كده. يعني حسيت انه
ابتدى يتصرف عبد الحليم الانسان بطبيعته، وحس ان يعني الكلام اللي بيتقال ده كله كلام فارغ ملوش اي وجه من الصحه خالص. صراحه كده وانت بتغني اغنيه نعم على المسرح لاول مره حسيت بايه؟ نعم يا حبيبي الفنان عبد الحليم حافظ، حسيت بايه؟ بالرغم من ان انا بشوف ان في ناس كتير بتكتب وما اعرفش لهم مصلحه ولا ما لهمش، انه بيقول لك تاريخ عبد الحليم ما حدش يغني له وده افلاس وده تسكع فني والكلام الكبير اللي بنسمعه اليومين دول، بالرغم من كل الكلام ده، لكن مش قادر اقول لك قد ايه انا ببقى سعيد سعادة لا توصف وأنا بغني حاجة لعبد الحليم حافظ. وعايز أقول للإخوة أصحاب الأقلام اللي بيكتبوا على هذه النغمة إن مش كل اللي يغني لعبد الحليم حافظ يبقى وحش. ما دام أنا بأدي هذه الأغنية بمستوى فني معين وبإحساسي أنا الخاص بدون ما أنا أشوه الأغنية ولا أشوه الـ الصوت اللي غناها أول مرة، ده مش عيب وده موجود في كل الدنيا. لكن العيب ان احنا ناخد الحابل بالنابل، نقول ان كل من يغني لعبد الحليم حافظ يبقى تسكع فني يبقى افلاس، لا، لان الجمهور حاسس وعارف وبيطلب مني في حفلات كتير، وده الشيء الجميل ان انا اغني لعبد الحليم حافظ.